بتعاني الكثير من الأسر من أعباء مادية نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة وزيادة المتطلبات بظل ارتفاع كبير للأسعار مقارنة بدخل الفرد، ودائما بتوقف الأسرة عاجزة عن اتخاذ إجراءات مناسبة للمعيشة بطريقة صحيحة والقدرة على الموازنة بين الدخل وقديش نحن بننفق باليوم أو بالشهر. كيف من الممكن أن نكون إداريين قدر المستطاع وخاصة بالوقت الحالي؟ رح نحكي أكثر عن التساؤلات مع الأستاذ علي محمد، باحث اقتصادي. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخير لحضرتك. يسعد صباحك. يعني نحن هلا عم نعيش ظروف كثير صعبه، منها غلاء الاسعار، ويمكن عجز رب الاسره وحتى الام بتدبير الامور المنزليه يعني بشكل بيكفيها طول الشهر خلينا نقول. صحيح. فخلينا نعرف كيف ممكن هالاسره تستفاد اليوم من حديثنا، وخلينا نعرف شو الاقتصاد المنزلي، شو هي البدائل اليوم اللي ممكن الاسره انه فيها تدبر في امورها، خاصه نحن بنعرف جايين هلا على عيد وعنا فتره طويله في امتحانات الشهادتين، كمان يعني كثير بدها مصاريف. للاسف فعلا مثل ما تفضلتوا حضراتكم، موضوع الغلاء الاسعار بهذا الوقت الحاضر يفرض على رب الاسره او الاسره بشكل عام، يعني بين توفير المستلزمات الاساسيه للمنزل وبين موضوع الامور الاخرى والكماليات. الاسره السوريه منذ عام 2013 بدات باتباع بعض الاساليب نوعا ما لمراعاه الارتفاعات المتتاليه في الاسعار. لكن ما يحدث الآن هو ربما تجاوز بعض حدود الدخل نظرا لارتفاع كثير من المستلزمات الغذائية. الفرد أو المواطن السوري حسب أحصائيات قديمة نوعا ما ينفق حوالي 40 أو 50% على الغذاء فقط من إجمالي دخله. الآن تحول مجمل الإنفاق كامل بالنسبة للغذاء، كله بالنسبة للغذاء، خاصة بالنسبة للأسر المكونة من أب وأم وأولاد. وبالتالي فرض الواقع الاقتصادي نفسه. أبرز الأمور التي تقوم بها حاليا الأسر السورية ولن ننظر عليها عمليا هي كثير من الأمور لم تعد على الموائد للأسف، كاللحوم، بعض أنواع الألبان والأجبان، بعض أنواع الفواكه. فهذا الأمر فرض نفسه بقوة على موضوع كيفية الاختيار، وهذا ما يتوجب على رب الأسرة أن يحاول قدر الإمكان أن يوائم بين دخله المنخفض وبين تكاليف المعيشية اليومية العالية. ربما الآن مع خطوة الحكومة الأخيرة بفتح الأسواق الشعبية، بغض النظر إن كانت متأخرة أم لم تكن، لكن ربما هي جاءت في وقت ضروري جدا، والتوجيه الأخير للحكومة بما يخص الأسواق الشعبية تحتم على رب الأسرة وعلى الأسرة بشكل عام أن تفكر باقتصاد منزلي. يعني أنا لما بدي روح حاول بدي أشتري أغراضي الأساسية، مستلزمات الأساسية للمنزل، بدي حاول ابتعد عن أي شيء بعتبره شوي بده يأثر على دخلي. أنا عندي شيء محدد من الدخل بدي أنفق فيه الأساسيات. فالأسواق الشعبية حاليا إن أديرت بشكل سليم وكان هناك فرق جيد بين الأسعار فيها وبين الأسعار في السوق خارجا، فهذا يحتم على الأسرة أن تتوجه إلى هذه الأسواق حصرا. يعني أنا ما فيني بالنهاية اشتري مادة من برات السوق بزيادة نحو 20 أو 30%، لازم أعرف لوين روح أنا اشتري أغراضي أساسية، وركز الأغراض الأساسية اللي أنا بدي إياها على الأقل هي موضوع الغذاء. مثل ما حكينا نحن فترة عيد، طيب فترة عيد معناتها في حلويات، معناتها في ألبسة، معناتها في إلى آخره. للأسف بدها تضطر الأسرة تفكر بشكل منطقي. في أمور تؤجل، في أمور ما في داعي لها، في أولويات، في أولويات. بدي وائم أنا مقدار هذا الدخل مع أولوياتي الغذائية حصرا. نحن ما بننسى فكرة بسيطة، أنه أي انحدار لأي شعب إلى مستويات فقر معينة تؤدي إلى عدم إنفاقه على الصحة، عفوا على الغذاء، وبالتالي سيقوم بالدفع عند الأطباء. يعني بالأخير لابد من التركيز نوعا ما، تتراجع الصحة، لابد من التركيز نوعا ما على الأمور الغذائية الأساسية، الفيتامينات الأساسية، ولو أنه هذا حديث ربما الكل بيعرفه، ما نو حديث جديد. أستاذ علي خلينا نحكي، دائما بنقول
لا نحن بنشتري بالكيلو وبالكيليين ومنضحك على الناس اللي عايشين برا انه بدي وحده فليفله او حبه بندوره او هيك، فانه هذا الشيء عن جد صار هلا مو عيب انك انت تطلب مثلا بدي تنتين بندوره، بدي ثلاثه خيار، بدي وحده فليفله، حسب انا شو بحاجه لليوم فعليا. يعني احسن ما يخربوا، احسن ما ينكبوا، اصلا يمكن ما عاد ما عاد باستطاعتنا انه نشتري هالكميات الكبيره اللي كنا نشتريها من قبل. خلينا نحكي عن هالمنطق انه نحن نرجع او يصير هو سلوك عادي بحياتنا او نتبعه بشكل دائم. هلا هذا السلوك اكيد لو ما انه سلوك صحيح ما انه متبع في بلاد متقدمه نوعا ما، لكن نحن في عندنا مشكله اخرى شوي رب الاسره بده يفكر فيها. انا لما بدي اروح اشتري هي الاغراض الاساسيه في عندي تكاليف اخرى، يعني ممكن يكون عندي تكاليف مواصلات، ممكن يكون عندي السوق بعيد عن مكان البيت. ففي بعض الناس تفكر لا تشتري شوي بالكميه مثل ما حكيتي حضرتك بالكيلين او اكثر مقارنه بموضوع الحبه او الحبتين. فهون الشخص هو بده يدير صورته بما يتلائم مع وضعه الجغرافي مع السوق الاخر. في ناحيه ثانيه موضوع التكاليف الاخرى غير الغذاء اللي عم يعاني منها الاسره السوريه هي مواضيع اي اصلاح بالبيت هو نكبه، اي اصلاح خشبي بيجي دائما بغير وقته، بغير وقته يعني كله بيجي كله بينتزع بالبيت سوا. يعني طبعا انا هون عم نظر قولا واحدا، انا ماني بعرف اشتغل، لكن يجب على رب الاسره على الاقل يحاول نوعا ما يصلح بايده، لانه في امور تفاصيل بتسبب له تكاليف كثير كبيره. اكيد يعني، واذا ما بيعرف بجرب بشي بينزع اخر شيء. طيب خلينا نحكي شوي، اليوم اساس يمكن كل الاقتصاد اللي ما عم يقدر يسيطر عليه رب الاسره هو الراتب، صحيح؟ طبعا. هو الدخل. فلما اول الشهر يجي مثلا، كيف ممكن يقسم هالدخل المنخفض؟ كيف ممكن يقسم هالدخل المنخفض بشكل اولويات؟ يعني انت ما تنسى في اجارات بيوت، لانه صحيح. بعض الناس يمكن تهجرت من بيوتها، في فواتير، في قصص، زائد الغذاء. فخلينا بشكل سريع نحكي كيف في ممكن يدبر اموره. للاسف الفكره الاهم بهذه النقطه تحديدا هو القدره الشرائيه لهذا الراتب، والقدره الشرائيه لهذا الراتب او هذا الدخل ان لم تتم ضبط الاسعار فنحن بتقسيمات مختلفه تماما. التقسيم الأبرز اللي هو عالميا المتعارف عليه هو أن يكون هناك نسبة معينة لا تتجاوز 25% للغذاء، لكن هذا الحال لا يتطابق مع الحالة السورية. الناحية الأخرى موضوع أجارات المنازل هي المرهقة الأكبر. فأجارات المنازل هي مشكلة بالطبع عامة وليست فقط في سوريا، ولكن هنا مع تطور الأزمة ومع الأحداث التي حدثت صرنا أمام مبالغ تفوق دخل رب الأسرة الواحد. فبترتيب محدد لابد من بداية من أن يتم دفع الأجار، لأنه بالأخير أنت دائني أو عفوا مديني عن صاحب المنزل. نتمنى يكون في تراحم وتسامح بس خلال هالفترة، يعني يكون في ضمير أكثر يعني. اكيد نأمل ذلك. شكرا لك يعني وعلى كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. نتمنى انتم كمان كباحثين اقتصاديين اذا عندكم افكار او دراسات تقدموها حتى نستفيد منها كمواطنين، وان شاء الله راحه البال والبحبوحه للكل، بترجع ايام سوريا الخير مثل ايام زمان. شكرا لوجودك. ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك.